بيكم مشاهدينا مرة تانية، والفقرة دي مهمة لكل عشاق كرة القدم. وطبعا النهاردة هتبدأ مباريات المرحلة 29 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ورغم أن الصراع على اللقب السنة دي مش قوي، لكن البطولة مع بداية العد التنازلي لنهايتها بتشهد مفاجآت ومنافسة كبيرة جدا، سواء على المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية أو على الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية. النهارده هيلعب الشرقية مع الأهلي على استاد الجيش، أما بكرة فهيلعب الزمالك ووادي دجلة، كمان المصري مع الداخلية وسموحة مع بتروجيت. يوم الجمعة والسبت هتتلعب كمان باقي مباريات الأسبوع. عشان نحلل مع حضراتكم أهم المباريات اللي هتشهدها الأيام دي، وإحنا خلاص بنتكلم بقى عن ختام الدوري، معانا وهنستضيف النهارده نورهان طمان الصحفية بموقع سوبر كورة. صباح الورد عليك. صباح النور. أهلا بيك. أهلا بيك يا نورهان. ويمكن يعني رقميا لسه الدوري يعتبر في الملعب، لكن لو قلنا بقى يعني عمليا كده، الاهلي هل بيواجه صعوبه في الدوري ده؟ لا، هو بنسبه كبيره يعني بنسبه كبيره الاهلي حسم الدوري. هي الصراع دلوقتي على في المراكز يعني صراع الهبوط ده الصراع الاكبر. لو بنسبه كبيره طبعا الاهلي حسم الدوري ب 74 نقطه، يعني هو متصدر وما نالش ولا هزيمه من اول ما بدات المسابقه. فبنسبة كبيرة الأهلي خلاص حسم الدوري. لو اتكلمنا النهاردة عن الماتش بتاع الأهلي والشرقية، الأهلي والشرقية يعني ممكن البعض يفتكر ان هو من المنطق ان اكيد الاهلي هيعدي الماتش ده، بس برضه لو احنا بصينا عند الاهلي هنلاقي ان في لعيبه مصابين ولعيبه مهمين، احمد حمودي مصاب مثلا، وليد سليمان مصاب، احمد حجازي لسه راجع من اصابه، مش عارفين هيكون مستواه عامل ازاي في الملعب. ده من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاداريه في مشاكل ما بين المدير الفني والاداره بتاعت نادي الاهلي. ف تفتكري بالظروف اللي بيمر بيها الاهلي دلوقتي هيكون سهل عليه ان هو يكسب، ولا ممكن ان يبقى في تعادل مثلا؟ والله هو الاهلي يعني الاهلي بالورقه والقلم هو ما خسرش من الشرقيه قبل كده، يعني تعادله ممكن مرتين انما ما كانش فيه خساره. قصه ان هو ممكن الماتش يبقى النهارده يبقى فيه مفاجات، طبعا وارد، يعني اي حاجه في كره القدم وارده. بس هي يعني الاهلي محليا بنسبه كبيره هو المسيطر، يعني صراع اول الدوري واخر الدوري، الشرقيه اخر الجدول. فيعني ممكن يكون فنيا المباراه واضحه يعني للناس. بس الاهلي يمكن الفتره الاخيره، او يعني ما نقولش الفتره الاخيره، يمكن الماتش الافريقي ممكن يكون مأثر على الجهاز الفني، لكن احنا ما نقدرش نقيس على ماتش الزمالك مع الشرقيه ونقول ان ممكن ان الشرقيه يتفوق على الاهلي زي ما حصل مع الزمالك مثلا. اصله الشرقيه لما كسب الزمالك يعني كان في تفكك كامل للفريق، يعني كان في مشاكل في الفريق كبيره. انما الاهلي ما بيعانيش من المشاكل دي دلوقتي، حتى مع الخساره الافريقيه يعني ده مش موجود مع الاهلي حاليا. يعني حسام البدري والخلاف مع مجلس اداره الاهلي ده مش ممكن ياثر على اللعيبه، مش ممكن ياثر على الروح المعنويه عموما زي ما حصل في الزمالك. يعني المشاكل كانت موجوده في الزمالك، ما جزء منها مش فني لان فنيا اللاعبين على مستوى عالي جدا، انما كانت مشاكل اداريه كلها. والله هو يعني وارد، بس اعتقد انه العكس، يعني الاهلي طول الوقت لما بيتحط تحت ضغط بيأدي افضل. ماتش الشرقيه هيبقى بروفا كويسه للماتش الافريقي للمباراه القطن الكاميروني. اعتقد انه يعني كان في جلسات كتير لكابتن حسام بدري مع اللعيبه الفتره اللي فاتت بعد التعادل الافريقي الاخير ده. بس يعني انا اعتقد انه لا، يعني بنسبه كبيره الاهلي هيكون متفوق في الماتش النهارده، خصوصا انه هيبقى بروفا لمباراه افريقيا. طيب احنا عايزين نتكلم على قبل 6 مراحل بقى من البطوله والمنافسه اللي هتكون على الثالث والرابع ما بين الزمالك والمصري وسموحه، توقعاتك مين اللي هيحسمها لصالحه في الاخر؟ والله هم الثلاثه يعني الثلاث فرق يعني عندهم شويه يعني اخفاقات، يعني المصري والزمالك وسموحه. يمكن الزمالك يعني اللي فيهم يعني بينهض او بيطلع فوق، بدا يتعافى شويه الزمالك بعد الاستقرار اللي حصل في جهازه الفني بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. المصري
يعني الفوز الاخير في الكاس ممكن برضو يكون له دفعه قويه. بس انا عايز اقول لك لما نيجي نتكلم عن الزمالك والمصري قبل كده، الماتش اللي كان قبل كده في نفس الدوري، طبعا الزمالك فاز ساعتها وكان شيء ممكن يبقى متوقع، شيء ممكن يكون منطقي. ساعتها حسام حسن اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ده الزمالك يا جماعه، يعني انا كنادي، انا النادي المصري، لا انا ببذل مجهود وبعمل اللي عليا واللعيبه مستجيبين جدا، بس الفكره ان انا بلعب قدام الزمالك. الزمالك يعني امكانيات، يعني امكانيات فنيه عاليه جدا، يعني تاريخ، يعني عراقه. فهو اتكلم كده عن الزمالك. فدلوقتي لما نقول ان الزمالك بينافس مع المصري على الثالث والرابع، ده يعتبر هبوط للزمالك. اكيد طبعا، لان هو كان يعني بنسبه كبيره كان بيبقى حاجز طول الوقت المركز الثاني، يعني او طبعا لو ما حسمش الدوري، يعني لو هو ما بينافسش على الدوري او ما حسموش زي الموسم اللي قبل. الزمالك تحديدا تعتقد ان هو بيواجه تحديات كتير، وخصوصا ان هو محتاج انه يركز في بطوله دوري ابطال افريقيا، وفي نفس الوقت هو لازم يعني يحافظ على مستواه برده في الدوري، اللي هو على الاقل هو محتاج ان هو ينهي على المركز الثالث. هو انا زي ما قلت لك، يعني هو مباريات الدوري بروفا لمباريات افريقيا، حتى جماهيريا الناس جماهير الاهلي والزمالك عندهم البطوله الافريقيه يمكن مش هنقول اهم من الدوري، بس اهميتها طاغيه جدا. حتى يعني لما الاهلي تعادل مع زاناكو كان الهجوم على السوشيال ميديا والهجوم في الاعلام على المدير الفني للنادي الاهلي كبير جدا، على الرغم ان هو متصدر الدوري. الخسائر المتتاليه اللي كان بيواجهها الزمالك في عده ماتشات قبل كده بتفسريها بايه؟ يعني يمكن دي جابت احباط في الحقيقه لجمهور الزمالك فتره طويله وعلى راسهم يعني واول واحده فيهم محبطه ايه دلوقتي محبطه ده بتشوفي ايه اسبابه برضو؟ يعني والله يعني ما فيش استقرار اداري بالصوره المطلوبه في نادي الزمالك، مع خروج رئيس النادي طول الوقت مع اي اخفاق او اي حاجه بتحصل جوه النادي، خروج على الاعلام وهجوم، خروج للاعلام وهجوم على المدير الفني وهجوم على اللعيبه، ويبقى في يعني حاله من الغضب يعني الكبير جدا بيبقى من رئيس النادي على اي يعني ضغط كبير جدا على اللعيبه. طيب بس احنا دلوقتي عندنا مشكله اكبر، مشكله الدوري هيستمر ولا لا؟ يعني في كلام كان بيتقال من يومين ان ممكن الدوري يقف اصلا علشان القضيه اللي رافعها رئيس نادي الزمالك على ناس كتيره جدا، اولهم وزير الشباب والرياضه يعني على قايمه كده، قدام القضايا الاداري. المفروض ان القضايا الرياضيه لا تنظر قدام القضاء، ففي الحاله دي ممكن يبقى الفيفا يتدخل هنا. أزمة مصر، ماتش المقصه مع الزمالك بالظبط، وتبعات بقى الموضوع اللي لسه مستمره لغايه دلوقتي، لجوء للقضاء الاداري، ممكن دخول الفيفا في الموضوع، لو الفيفا دخل هيبقى فيه عقوبات ممكن تصل لحد ان الدوري يتوقف. ده احنا معرضين لده؟ ممكن ده يحصل لا فعلا؟ يعني هو نادي الزمالك تلقى خطاب ان هو هيتم خصم الثلاث نقط منه، ثلاث نقط النتيجه تم احتسابها 0-2 للمقصه بالظبط. وطبعا طيب معترض على كده، ما هو رئيس نادي الزمالك معترض على كده، وفي قضيه لوائح، في لوائح وقوانين، في فريق ما حضرش مباراه تمام، وخرج رئيس نادي قبل الماتش، يعني قعد يعني ما فيش حد ما سابوش ما شتموش، فيعني في لوائح وقوانين بتقول ان في فريق ما راحش المباراه الفريق ده بيطبق عليه العقوبه الماليه. بمعنى ان فكره ان الماتش يتعاد في اخر الدوري دي مش موجوده خلاص، هي لا. النتيجه تم حسمها. لا 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 خالص. طب والقضيه؟ احنا عايزين نتكلم على بتروجيت، يعني بتروجيت وبعد استقاله حسن شحاته يعني متوقف عنده 41 نقطه، هل ممكن بقى ان هو ينافس على المركز الرابع ولا هيكون في صعوبه؟ اصل الرابع يعني في المصري والزمالك يعني بلغه الكره هيستقتلوا على يعني طول الوقت على، بس احنا الزمالك عندنا الزمالك في الثالث يعني الزمالك ما هو لسه في ماتشات جايه، بس اقصد اقول بس هيحاول يوصل للرابع. سموحه والمصري طول الوقت شايفين انه يعني سموحه المهندس فرج عامر شايف انه هو فريقه عنده الامكانيات الكامله ان هو يفضل في المربع الذهبي لحد نهايه البطوله، وكذلك المصري معاه مدير فني حماسي وشاب زي حسام حسن، وشايف ان هو معاه امكانيات لاعبين تؤهله لده. بتروجيت يعني يمكن تغيير المدير الفني كان برضه في وقت يعني مش وقت صعب، وقت صعب جداً شويه جداً. فيعني فكره ان هو ينافس على المربع الذهبي ممكن تبقى اصعب، يعني اصعب شويه من سموحه والمصري. طيب احنا عندنا برضه الزمالك في ملفات ما تمش حسمها، يعني الملف بتاع ايمن حفني هيكمل ولا لا؟ يعني ايناسيو مش مقتنع بيه. عندنا الملف بتاع كهربا راجع بس ليه طلبات معينه،
خلاص الاعاره بتاعته خلصت لاتحاد جده وهو ليه طلبات معينه. احنا عايزين نبارك له عشان الخطوبه بقى، نبارك له عشان الخطوبه نقول له الف الف مبروك، ونبارك كمان لعصام الحضري دي. يعني لعصام الحضري كمان يعني. طبعا طبعا عشان بنت عصام الحضري طبعا. العلاقه الحقيقه هايله جدا جدا صحيح. جميله جدا. ايوه طيب طيب تمام. احنا قلنا كهربا مش عارفين هيرجع ولا لا، عماد متعب بالنسبه للاهلي برضو هيكمل ولا مش هيكمل، مشاكل مع مجلس الاداره، الملفات دي شايفه ان هي هتنتهي في الموسم الحالي؟ هو يعني احنا قلنا سالتيني عن ايمن حفني، ايمن حفني يعني في لغط شويه حوالين، هو بيقول يعني هو يعني مش هو مصاب، هو بيقول ان هو مصاب، في ناس او في مصادر جوه الجهاز الفني قالت ان هو بيدعي الاصابه، فرجعوا تاني قالوا لا احنا يعني نيتنا تبقى كويسه وهو ممكن يكون فعلا مصاب والعهده على الراوي زي ما بيقولوا. بس من ناحيه تانيه هو ايناسيو مش مقتنع اصلا بطريقه لعبه. بنسبه كبيره هو ايناسيو بيعمل دلوقتي فرز، يعني الفرز للاعبين، هو بقاله اعتقد من ماتش امبي لحد دلوقتي بيعمل عمليه تدوير اللاعبين، يعني في عندنا لعيبه بتخرج بره القائمه خالص، في لعيبه بتدخل، يعني هو لسه انا من وجهه نظري شايفه ان هو لسه بيجرب يعني بيتفرج على اللعيبه دي هتعمل ايه في الملعب. وعماد متعب ممكن يعتزل في اخر الموسم ولا ده مش لا ممكن. هو يعني عماد صرح في اكتر من مره ان هو مش عايز يعتزل، هو عايز يلعب، وهو بالنسبه في الاهلي طبعا. ولا بره؟ والله اخر تصريحاته بتقول ان هو يعني كان بيهدد او مش هنقول بيهدد، يعني بيلوح فكره ان هو ممكن يعني لعبه للزمالك ما بقاش مستحيل زي زمان، يعني هو عشان من ناشئين تربي في الاهلي. هل كان ليه تصريح قبل كده بان هو عايز يعتزل؟ يعني ايه اللي جاب سيره الاعتزال فيما يخص؟ لا هو لما اتسال يعني هو طول الوقت كان متسال يعني انت هتعتزل في الاهلي ولا ممكن تروح الزمالك ولا ممكن مثلا تروح نادي زي بتروجيت لما كان وجه حسن شحاته يعني. كانت بتلف ده كتير لانه كتير بيعلن عن غضبه وعن هو مش بيشارك في مع الفريق. فعماد متعب حتى الان يعني يحسم مصيره هو عماد متعب، يعني هو عماد متعب بس اخر هو حاجه قالها عليه ان هو يروح وادي دجله مش كده؟ يعني كان في برضه كان في كلام عن ده، بس هو يعني انا معلوماتي انه كابتن عماد متعب مش عايز يلعب في فرق يعني مش اهلي وزمالك. طيب وكهربا اخيرا بقى، كهربا دلوقتي راجع من اتحاد جده وطالب مبلغ كبير جدا جدا، المفروض ان هو دلوقتي بيستعد للمنتخب بتاع للماتش بتاع المنتخب مع تونس المؤهل لتصفيات امم افريقيا 2019، فتفتكري ايه؟ يعني هو قال انا تحت امر الزمالك، للزمالك عايزه، بس في نفس الوقت هو طالب مبالغ كبيره جدا. والله يعني هو بعيدا عن فكره ان هو هيبقى في الزمالك ولا لا، في يعني وبمناسبه الخطوبه يعني كابتن عصام الحضري كان رغبته ان هو يكمل احتراف يعني، وشايف وكان اتكلم مع رئيس النادي كابتن عصام حضري اتكلم مع مستر مرتضى منصور ان هو يسيب له فرصه الاحتراف والاستمرار بره فتره، لان سنه يسمح بده لسه قدامه شويه كتير في الملاعب يعني. ففكره قصه رجوعه للزمالك انا اعتقد ان هو اقرب للاستمرار بره، يعني اقرب للاستمرار في الاحتراف. نورهان طمان بنشكرك شكرا جزيلا، وصباحك صباح الورد، واكيد برضه في صباح الورد هيكون متابعه للدوري. شكرا ليكي نورتي. بكده طبعا فقرتنا الحواريه الرياضيه خلصت، لكن قبل ما نستقبل الضيف اللي جاي هنستمر معاكم برضه في الرياضه، لكن المره دي مع فقره التمرينات الرياضيه اليوميه. طيب طبعا زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا يوميا بنبقى حريصين جدا ان احنا نذيع لحضراتكم الفقره دي، يمكن فقره مدتها دقائق بس، الى اي حد هي مهمه جدا عشان نحافظ على صحتنا ومودنا بشكل افضل. صباح الورد، انا ولاء معتمد من فيت زون ليديز اونلي جيم في المعادي. النهارده هنقدم تمارين بتقوي عضله القلب وبتساعد على تعلي الفتنس وكمان الكوردينيشن اللي هو التوافق العضلي العصبي. طبعا قبل ما نبتدي التمارين لازم نكون مسخنين الاول كويس قوي علشان نتفادى اي اصابه او اي حاجه. معانا حنين، جيلارا، دانا، كل واحد فيهم هيعمل تمرين مختلف وانتم ممكن تعملوا معانا في البيت. هنبتدي، حنين هتبتدي تعمل بيربيس، جيلارا بتعمل سكواتس وفي ايديها كوره هي وزن،
لو ما عندناش في البيت ده ممكن نستخدم ازازه ميه معدنيه او اي شيء اخر. وجلارة بتنط نطة معينة وبتطلع، وطبعا مستويات على حسب الليفلز اللي هي حاطاها، هي كل مرة حتى زي جول كده معين توصله وترجع تاني. التمارين دي احنا ممكن نعملها عادي لو عندنا سبيس في البيت، ومش لازم تتعمل طبعا في وقت واحد، لو احنا كذا حد مجموعة نعملها از تيم ورك بتبقى لذيذ قوي ان احنا نكون بنتمرن مع بعض. وبنرجع دلوقتي هنقلب التمارين، كل واحد هياخد تمرين التاني وهيعمل مكان سكوات. واحنا بننزل اهم حاجه نكون بننزل 90 درجه، مش بننزل رجلينا الكعب مرفوع من على الارض او الرجل بتكون مفروده، لازم يكون 90 درجه. فيري جود. وهنا بننزل ونطلع، وده بيشغل عضلات الكور بشكل عام والدراعات والجسم كله. يلا جلارة، يلا حنين، هناخد مكان، كل واحد بيبدل وبياخد مكان. هو شويه اشبه بالسيركت تريننج، بس طبعا دي تمارين بننزل 90 درجة. Very good. برافو. هنبدل. يلا. اوكي. هننزل. كده دي اللفة التانية اللي هما بيعملوها. احنا ممكن نعمل في البيت أربع مرات براحتنا خالص. Very good. كمان مرة حنين وبعدين نبدل. دي آخر لفة ليكوا مع بعض. أهم حاجة يكون كل واحد عمل التمرين مرتين. يلا. برافو. سكوات. نوصل لأول صف ونرجع. بعدين تاني لاين ونرجع. Great job. طبعا هم حاسين بالتمرين جدا. اوكي اخر تبديل وبعدين نعمل ستريتشنج. برافو. اسرع حنين. كويس. برافو. طبعا كل حد بيقدر يعمل الايفورت اللي بيبقى قادر عليه على حسب الليفل اللي هو متعود عليه وواصل له في التمرين، وكل ما ده كل ما بنزيد كل ما الليفل بتاعنا بيعلى في التمرين. اوكي كده احنا خلصنا. احنا ممكن نعيد تاني التمارين دي في البيت براحتنا. هنعمل ستريتشنج اول حاجه الكوادريسبس، نثبت، لو ما مش قادرين نعمل بالانس ممكن نسند على حاجه عادي خالص. اوكي وبعدين بنبدل للناحيه الثانيه. اثبتي فيا لو عايزه. اوكي الناحيه اللي قدام، الرجل اليمين وبعدين الرجل الشمال. نعمل تمرين ستريتش للدراعات. بعدين الناحية التانية. ناخد نفس عميق، ندخل لجوه ونطلع لبره. صباح الورد ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. شكراً.